فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل باع سلعة بمبلغ 60,000 على شكل أقساط. رجل باع سلعة بمبلغ 60,000 على شكل أقساط، وفي حالة سداد المشتري خلال عام فقط تكون السلعة 50، فهل هذا يدخل في بيعتين في بيعة؟ نعم، إذا باعها بقيمتين، الحافرة كذا والغائبة كذا، هذا بيعتين في بيعة. نعم.